ضيفي الكريم الدكتور مجدي عاشور الفقيه والعالم الإسلامي، متشرف بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بك يا فندم. خلينا نبدأ من حدث الساعة. في الأزمات، وإحنا في أزمة عالمية، بتلاقي ناس تستغل الأزمات وتروح رفع لك الأسعار، فالمواطن يشتكي. إيه الحكاية؟ هل ده مستورد ولا ده مش مستورد؟ طب أنت بتزود بناء عليه. ماذا عن اللي يقوم بهذا العمل واستغلال أزمة ضد الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا احنا عاوزين نكلم التجار ونكلم المستهلكين. التجار بنقول لهم اوعى تقدم مصلحة خاصة زائلة على مصلحة عامة بحيث تضر المجتمع. واللي يقدم مصلحة خاصة على مصلحة عامة فهو آثم شرعا بقدر ما أصاب الناس من الضرر. شوف عدد قد إيه، يعني في مصر 100 مليون، 10 مليون هيتضرروا من السلعة دي. يلا شيل أيها التاجر ال10 مليون إثم في رقبتك. هيشيلهم، يشيلهم اللي يعمل كده على طول. وبعدين عاوز أقول له كمان إن القرآن صريح بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ده من أكل السحت والمال بالباطل، خاصة لأنه استغلال للناس في وقت الحاجات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللي بيعمل كده وبيعمل إيه بقى؟ بيخفي السلع عشان خاطر تشح فيغلي الثمن. وده اللي حصل. وده اللي حصل. مسكوا النهاردة ناس كتير وحملات. بس أنا ده إيه اللي بيخفي السلع؟ احتكار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر ملعون. ملعون يعني مطرود من رحمة الله. تاني يا مولانا لو سمحت، المحتكر ملعون. وبعدين أنا عاوز أقول للتجار بقى حاجة مهمة قوي، بقول له احنا قاعدين وهنشوفك فلوسك مش هتنفعك. ليه؟ ده مش كلام نظري، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فوجد طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ قالوا طعام جلب إلينا، ده جبناه. فقال لمن بارك الله لكم فيه؟ قالوا لفروخ مولى عثمان ولمولى عمر. يعني ده لمولى ليك، واحد شغال عندك يا سيدنا عمر. ولكنهما احتكر الطعام يا أمير المؤمنين. دول ما احتكروا الطعام، فراح قال لهم استدعوهم هاتوهم اهو جايين. ما حملكما على أن تحتكر ذلك الطعام؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قالوا لقد اشتريناه بمالنا. شوف الكلام بقى والحجة. ونبيعه كما نشاء. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتقر طعاما للمسلمين. شوف بقى اللي أنا عاوزه للتجارة اهو، ضربه الله عز وجل بالإفلاس وبجذام، مرض الجذام أو أي شيء مشابه. وأنا بيجي لي حالات كتير تجار كانوا لا يتقون الله في أعمالهم. بيقول حضرتك ايوه يجي في اخر عمره يروح متصاب بامراض شديده خطيره لا علاج لها، يريد ان ينفق ماله كله. ليه؟ يقول بس مش عشان اعيش، عشان ما احسش بالالم بس اللي انا فيه. ليه؟ لاني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه الله بالافلاس، الفلوس مش ترضى، او ولاده بقى بيحصل فيهم كده. فبقول للتاجر لو ما كنتش خايف على نفسك وعلى صحتك خاف على أولادك وأهل بيتك. ليه؟ لأنك زودت على الناس حاجتهم خاصة في وقت الأزمات واستغلال الحاجات. وسيدنا النبي راح قال الجذام ده مثال المرض اللي كان منشور ساعتها وكانوا خافوا منه. دلوقتي بقى ما أكثر الأمراض التي يخاف منها الإنسان. فسيدنا النبي لما بين كده، فده بقول للتاجر أهو، سيدنا النبي خرج صلى الله عليه وسلم مرة للمصلى لقى التجار بيبيعوا ويشتروا، وده عاوزينه كلام جميل. بس قال يا معشر التجار، يقول فالتفتوا بأعناقهم وأبصارهم مستنين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. قال إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، كده الحديث الصحيح في البخاري. يعني إيه فجار؟ قال إلا، شوف بقى قال إلا من اتقى وبر وصدق. تتقي الله فيما تبيعه فلا تغلي على الناس الأسعار. احنا اللي بيزعل، الواحد بيزعل يا استاذ احمد ايه؟ ان شفنا نماذج في بعض الدول الاجنبيه السلعه النهارده بتمن،
السلعة بكرة، وده قليل مش كتير بيحصل بس بيحصل، تاني يوم أو تاني أسبوع بتمن آخر، السلعة اللي هو شاريها بالتمن اللي هيبيع بيه القديم لا يبيعوها بأكثر من الثمن القديم، ولما تجيله السلعة الجديدة هيبيعها بالسعر الجديد اللي هو زيادة شوية. هنا بالعكس، هنا بنعمل أكتر هنا من كده، هنا بيعمل أنا بقول دي أخلاق أهل الديانة كل الديانات اللي عم بيعملوه ده أخلاق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها لينا والصحابة وكلهم. يعني لو اشتريت سلعة بسعر من شهرين أبيعها بسعر من شهرين، لو ارتفعت النهاردة أبيعها بالسعر القديم. ليه هبيعها بالسعر الجديد؟ أيوة هبيعها بالسعر الجديد، بأي حج هبيعها بالسعر الجديد؟ التكلفة بتاعتي اللي أنا كلفتها هي ما زادتش. نعم لا، هو يقول لك دي شطارة والتجارة شطارة، بيقول لك حقي وده حقي، ليه؟ فرصة إن أنا أكسب. ما هو حقك ولكن حقك إذا وقف وكان ضد لحقوق الآخرين خاصة للمجتمع كله انت كده ضد الدولة. الدولة هنا مش معنى مؤسسات فقط، نعم، انت ضد الشعب. الشعب ضد الشعب، يعني ضد اهلك وناسك. ما انت المشكلة في ايه؟ لما ده بيغلي التاجر التاني بيغلي، نعم، والتالت والرابع، نعم، صارت الحاجة غالية، نعم، بنقول البسطاء الوقت يعملوا ايه؟ ده الاغنياء قد يشتكون، نعم، فما بالك بالفقراء والمساكين والغلابة اللي احنا عاوزينه الدولة بتقف جنبيهم دلوقتي. اديله 500 جنيه 1000 جنيه مرتب كفاءة تكافل وكرامة أو غيره، تيجي أنت هتاكله لي في سلعة واحدة؟ أيجوز ذلك عند الله عز وجل؟ فبنقول بقى للتاجر هنا ده، أيوة، بنقول له كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وضحة سريعة، قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم عشان الأسعار تغلى وهو يكسب، فإن حقا على الله أن يقعده في عظم من النار. عظم النار إيه؟ يقعد في حتة عالية من النار كده الناس يشوفوا كده تقول هو ده اللي كان بيغلي علينا السلع في الدنيا، يعني هتتشهر حتى في جهنم والعياذ بالله إن أنت كان أخلاقك سيئة، يعني هيدخل جهنم وأهل النار يقولوا ده أنت قاعد في حتة مرفوعة كده في معظم النار وحتة عالية أنت اللي كنت بترفع السلع على الناس. طب أنت يراد إن أنت تدخل والعياذ بالله النار، وكمان يراد ان يشاوروا عليك اهل النار حتى الوحشين يقول عليك انت كنت بتغلي على الناس، ليه كل الامر ده؟ انا بقول للي بيغلي السعر انا خايف عليك من حاجه، مش الديانه بس، فين انتمائك للدوله؟ نعم، فين انتمائك للوطن؟ للارض؟ هو انت جبت الفلوس بتاعتك دي منين؟ منين؟ من هذا الوطن، نعم، وابناء هذا الوطن، نعم، فكيف انت تغلي الاسعار على الناس بدون داع؟ ده عشان خاطر الدوله تزود ربع جنيه بنزين او غيره، دراسات ولجنه وكل 3 شهور ولجنه التسعير وتعمل السعر العالمي كام وتضرب الصحيحه ونشوف وعشان نغلي ونقدم رجل وناخر 20 وكل، انت في ثانيه على طول تلاقي الجزار تلاقي غيره بتاع وهو يقرر من نفسه صح. بدون دراسه، نعم، ليه يروح مغلي؟ ليه؟ ما هو خلاص هو جمشة، نعم، والاسعار العالميه غليت، نعم، والقمح مش عارف اوكرانيا مع روسيا فالقمح يغلى، طب ده لسه احنا ما حدش سمع لك وورد لك التأثيرات ما جاتش. فانت بتعمل ليه كده؟ انت مش خايف ان ده يكون سحت يخش على بطنك وعلى بطن ولادك؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، كل لحم جسم نبت من سحت ان السحت ما ينفعش يخش الجنه، هيخش النار يبقى وقود اهل النار. يبقى التجار بنقول لهم احنا مش ضدهم، احنا عايزهم يشتغلوا ويكسبوا، خايفين عليهم. انا خايف عليهم. عليك آه. وخايف على انتمائك. الدوله دي تستحق منا كل خير لاننا لم نرى منها الا كل خير. دي رساله التاجر طبعا، وهنطلع فاصل وعشان يبقى رساله المواطن كمان، نعم، من حضرتك، ولكن نتابع هذا التقرير. وزارة الداخلية تنظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود وضيفي الكريم دكتور مجدي عاشور. وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بمنطقة فسطاط يظهر في ثوب جديد
بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليكون مستعداً لاستقبال كافة البطولات الدولية والمحلية، ويسهم في تنمية مهارات ركوب الخيل في مصر من خلال تطوير ملاعبه وفقاً للمعايير الدولية وزيادة سعة استبلاته وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح البطولات. ده مكان يعني ممكن تقول دولي قوي، يعني فيه أراضي كتيرة وأحجام الأراضي مظبوطة بالنسبة للبطولات الدولية، وإقامات الخيل كتير، يعني من كل ناحية مفيش حاجة ناقصة إن أنت تعمله بطولات دولية طبعا. والله المية الأولى اللي بزور المكان ده واتذهلت بالمكان، فعلا مكان جميل جدا ويشجع الناس علشان تجي عليه. الوادي استعد لاستقبال بطولة الجمهورية لقفز الموانع من خلال تمهيد الملاعب لاستقبال المتنافسين. في استبلات كتير اتعملت، واستبلات اتعملت على جودة عالية، فطبعا ده بقى مريح للخيل ان هي تقدر يبقى في ايواء فيها. بمشاركة 280 فارسا بخيولهم انطلقت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية، واستمرت المنافسات على مدار 3 أيام وفقا لقواعد القانون الدولي المنظم للرياضة الفروسية. عرفنا عن البطولة في وقت قصير جدا، وما كنتش متخيلة ابدا انها تبقى متنظمة النظام ده كله. مكان حلوة قوي، والارض يعني كويسة وبتساعدني ان انا اكون نجبة أحسن، والإندور أرض التسخين الصالة المغطاة حلوة قوي. أنا مبسوطة إن وزارة الداخلية عملت المكان ده عشان نمارس فيه الرياضة اللي احنا بنحبها. استمتع المشاركون بالتنافس على الملاعب الممهدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في رياضة الفروسية، بداية من أرض الإحماء إلى الملاعب المجهزة بالموانع. صراحة تحفة، وكمان الاسطبلات من أنظف الاسطبلات اللي أنا شفتها، والأراضي حتى مريحة نفسيا. لو ليا فرصة إن أنا أغير مكان التدريب ممكن أجي هنا، لأن المنظر رائع ويفتح النفس. كان حلو ومتظبط حلو، الأرض حلوة، أحسن الأراضي اللي بننزل فيها بطولات. والبطولة النهاردة استمتعت بيها جدا جدا جدا، والحمد لله عملنا كلير راوند النهاردة. وزارة الداخلية شكلت لجانا مختصة لضمان تنظيم الناجح للبطولة، فقد تم إعداد أماكن مناسبة لإيواء الخيول بأعداد كبيرة، وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسة. أحلى حاجة في المكان إن هو فيه أوتيل إنكلودد، يعني بجد السيرفيس تحفة والأكل حلو قوي. والصراحة لأعلى مستوى، وما شفتش نوادي كده، والفندق جميل، كل حاجة كويسة فيه، الأكل كويس، كل حاجة. كما جهزت سيارات إسعاف بأطقم طبية تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وأطقم طب بيطري. احنا بنكون جاهزين إن شاء الله من قبل البطولة، من أول تجهيز البوكسات، تجهيز كل حاجة وتطهيرها قبل دخول الخيل. جاهزين بكافة التخصصات اللازمة لبطولة مهمة زي كده، من تخصصات العظام والطوارئ والجراحة والتمريض والإسعاف. الملاعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة مع توزيعها بالشكل المناسب والمعتمد دوليا، بما يمكنها من استضافة المنافسات ليلا. مشاركة جميع أندية الفروسية في هذه البطولة المقامة بوادي الفروسية وبهذا العدد الكبير من الفرسان والخيول يعكس نجاح وزارة الداخلية في إضافة صرح رياضي جديد يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية.
ارجع مع حضراتكم وضيفي الكريم دكتور مجدي عاشور. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التاجر اللي بيحتكر الجشع اللي بيستغل ازمات، ولكن هناك تجار محترمين جدا متميزين جدا ما بيستغلوش، بيع بسعر معقول بما يرضي ربنا، يكسب شويه مش كتير، ما بيحتكرش. ده كمان نقول له ايه؟ الكويس نقول له ايه؟ ده معظم الناس معظمهم هم الحلوين. ايوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان التاجر الصادق الامين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليه؟ لان وقف ضد نزغات نفسه، ضد الشيطان، ضد الوسوسة، ضد اللي عاوز يحتكر، ضد اللي بيستغل حاجات الناس. فهو كل دي مغريات ان هو يكسب. نعم. فهو فهم الحقيقة ان ده مش مكسب، ده مقاله للخسارة. فمسك نفسه وقال أبيع بما يرضي الله ورسوله، أو أبيع باللي فيه مصلحة الناس. نعم. وينفع الناس ويرحم الناس. احنا عاوز اي الانسان ليه اي حاجة تحت ايده للناس، يعني الناس ليها حاجة تحت ايده، لو شق عليهم شق الله عليه، لو رفق بهم رفق الله به. فهو لو يشق بقى ويغل ويعمل ويحجز الحاجات ده، انما الحلو ده بقى بيرفق بالناس. يكفي ان يكون الله يرفق به، الله يرحمه، هيبارك له في ماله. يكفي ان بيقول هيحشر مع النبيين، لدرجة حضرتك زي الشهيد، يعني التاجر الصادق الامين في رتبة الشهيد. ليه؟ لانه بيضحي بالمال، مش عاوز الزياده الوحشه دي الباطله الظالمه اللي تخسرني، مش عاوزها، مش هستغل الازمه، مش هستغل الناس عشان احقق مكاسب، ولا استغل الازمه ولا ضايق الناس ولا احتكر. آه. وهحفظ واحفظ بلدي، ده المهم جدا. احفظ بلدي. نعم. وناس بلدي. نعم. ده مهم، ده هيخليه زي اللي بيقدم روحه في سبيل هذا الوطن في مقام الشهاده. قلنا التجار اللي هنا واللي هنا، المواطن هاكلت انا كمان ليا رساله للمواطن. ليا رساله للمواطن. انا بص حضرتك، في الشعب المصري عقيدتي التي نشات من الاحاديث ان كل مواطن جندي في مكانه، بس جندي لمصلحه الشعب كله ولمصلحه الدوله ليس ضد. بمعنى ايه؟ سيدنا النبي لما اتكلم عن اهل مصر وقال اتخذوا منهم جندا كثيفا، قال فانهم الجند واهليهم الشعب في رباط إلى يوم القيامة. كل واحد جندي، أنا جندي في مكاني، نبل أخلاقي، شرف الجندية، الشهامة، القوة، إن أنا أسيب حد يستغلني؟ لا. فكل مواطن بقول له أي حد، وده ورا كتير، هيستغلني في التمن، لازم الثقافة تتغير. ما تجريش أشتري كتير أحسن هتغلي وأخزن. دي ثقافة تزيد الأسعار ومش هتقل الأسعار. إنما نعمل إيه؟ إن أنا أقول له، أروح مكلمه بالنصيحة للتاجر ده، وفي نفس الوقت أخوفه، والجهات الرقابية تقوم بهذا، وفي نفس الوقت حضرتك أوريه إن أنا مستغني. سيدنا علي بن أبي طالب هو في الكوفة، غلي الزبيب في مكة، الزبيب، فأرسلوا إليه يا أمير المؤمنين إن الزبيب قد غلى سعره في مكة، ماذا نفعل؟ قال أرخصوه بالتمر. سيبكم من الزبيب الغالي واستبدلوه بالتمر. تمر. هيفضل الزبيب عندهم خلاص مش ما فيش حاجة تحصل. قال لهم أما تاخد بالتمر، وده حلو وده حلو. ليه أساس المقاطعة؟ استغني. الاستبدال. استبدال. استبدال، استبدل حاجه بحاجه. والاستغناء شويه. بدل ما انا هجيب كيلو لحمه 2 كيلو 3 كيلو، لا انا هجيب نص كيلو. تفضل اللحمه عند الراجل. هجيب من السلعه بس عشان الجزارين ما يزعلوش مننا. مش نقصدش الجزارين. اي حد حضرتك هجيب قليل. احنا بره بنشتري حضرتك لما تسافر شرائح لحمه. وشرائح فراخ. بتاخد تفاحايه. وبناكل تفاحايه. مزايا. كده. الناس بتعمل كده. والناس ماشيه كده. حد بياخد بالكيلوات زي لذلك الاسعار لا تتغير وثابته حضرتك غالبا. نعم. انما احنا هنا بيستغلوا الكلام ده كله. فبقول كل مواطن يمارس الوطنيه اللي فيه، ولكن في غير ما يعني منازعه او غير ما مشاجره، انما اتثقف واعرف. واحد من الصحيحين الكبار بيقول اللحم غلي، قال ارخصوه فلا تشتروه. ارخصوه فلا تشتروه، الروايه وردت كده. ممكن لا تشتروه، يعني ايه؟ اقلل. انا مش هقول الناس ما تاكلش. نعم. لا اقلل. فاحنا عاوزين الثقافه دي، وبحيث نبين ايضا. وانا اطلب الان واحنا في الفتره المهمه دي من كل يعني
القنوات الاعلاميه اللي نقدر نتحكم فيها ونعمل، وفي الاذاعه وفي اذاعه القران وكله، ان من بين الاحاديث التي تحدثنا عن استغلال التجار لحاجه الناس، ايه ما قالها يوم القيامه، بل ما قالها في الدنيا، ونخليها على مسامعهم لان احنا خايفين عليهم. نعم. احنا مش ضدهم. نعم. بس خلي بالكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، فانا مش عاوزكم تقعوا في هذا الامر. لو عملنا كده ده مهم جدا نساير الدنيا اللي موجوده، بعض الازمات الموجوده العالميه مش المصريه، فاحنا بنساعد كجزء اعلامي في هذا الامر مع الجزء الديني، الاثنين من بوتقه واحده. عظيم. هنطلع فاصل اخير ونرجع رساله حضرتك للشهيد، ونحتفل بيوم الشهيد بعد بكره ان شاء الله. برجع مع حضراتكم ضيفي الكريم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. يوم الأربعاء إن شاء الله مصر تحتفل قيادة وشعبا، كل مؤسسات الدولة، قوات مسلحة، رئيس الجمهورية، يوم الشهيد. نتذكر دائما شهداء مصر الأبرار. بتقول إيه للشهداء وأسر الشهداء في هذا اليوم؟ أنا عندي حضرتك ثلاث رسائل. تفضل. الرسالة الأولى نخاطب الشهداء، نخاطب أرواحهم، أننا ما كنا لولا أنتم، لولا دماؤكم ما كنا أحياء، أو كنا أحياء ولكن لا نساوي شيئا لعدم وجود الاستقرار. فما كانت الحياة واستمرار الحياة واستقرار الحياة إلا بشرف دمائكم ونبل دمائكم. الحاجة الثانية، أنا الشهيد عندنا لفظ مشترك حلو أوي في مصر، البيئة الطيبة المصرية، الفقه المصري، الفقه المصري، وده مهم قوي، فقه المصريين. ما نقولش الشهيد بس، الشهيد الحي، لازم نقول كده. ليه؟ القرآن بيقول كده، بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم أحياء بس انتوا مش واخدين بالكم، احنا مصدقين القرآن، مصدقين القرآن، يبقى هو شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى حي وهو في الجنة من الآن، بيقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر يطير في الجنة كيف شاء. يبقى نقول الشهيد الحي، الشهداء الأحياء، فنحن نخاطب أحياء ونتكلم مع أحياء، حياتهم في سيولة دمائهم وشرب الأرض لدمائهم لبقاء هذه الأرض الطيبة. ده للشهيد، بقوله يكفيك أيها الشهيد أنك ستكون شفيعا لسبعين من أهل بيتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته. وهنا ينقل الرسالة الثالثة، أخاطب أسر الشهداء، بقول لهم الشهيد الحي بتاعكم ده مستنيكوا هناك، مستنيكوا وأنتم تفتخرون به، يعني تفتخرون به لأن أهل الجنة عارفينه وفرحانين به، فأنتم مقدمين هناك هدية جميلة. فبقول لكل أم هو مستنيك عشان ياخد بإيديك يروح على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل بيك الجنة، يوديك إلى نهر الكوثر، كل الأشياء الجميلة، كل أب، كل زوجة. نعم. كل أولاد. نعم. وبعدين كمان بقول لهم الله عز وجل رحيم، سيجعل الخلف في زوجته وفي عافية أمه وأبيه وفي أبنائه. تملي تلاقي أبناء الشهداء متفوقين في الدراسة ويلعبون اللعبات المهمة ويطلعوا الأوائل على الجمهورية أو على أو غيره، أولمبياد. يقول لك ده مين؟ يقول ابن شهيد. تلاقي الشاب الصغير الفتى كده زي بيكون بطل واخد من أبوه. فإحنا بنقول لأمهات الشهداء وأباء الشهداء وزوجاتهم وأولادهم هنيئا لكم بهذا الشهيد الذي ينتظركم هناك. ونقول لهم في آخر الأمر كلنا بندعي. ولذلك أنا بتكلم عن شهداء القوات المسلحة المصرية وشهداء الشرطة المصرية والأمة المصرية جميعا والقضاء المصري والمواطنين المدنيين الشهداء، وكل من قدم روحه فداء لهذا الوطن المبارك، مصر المباركة. بنقول لهم احنا كلنا عاوزين يوم 9 مارس نعمل حاجات للشهداء. ايه هي؟ حاجات كتير. انا بقول هم في درجة عالية بس عاوزين نقدم لهم هدايا أكتر. نعمل صدقات، صدقة جارية تزود، نقرأ لهم القرآن ونهى بثوابه لهؤلاء الشهداء، نعرف سيرة الشهداء. وممكن حضرتك هنا هتلاقي سير للشهداء كتير، الشؤون المعنوية عاملة سجلات والشرطة عاملين سجلات، نماذج عشان نعرف أبنائنا
حياه ابائهم واجدادهم كانت عامله ازاي، اللي قدموا ارواحهم فداء لهذه الارض المباركه. لما نحكي السيره بتاعتهم احنا بننشئ الشباب على الوطنيه، على القوه، على المصريه والهويه المصريه الحقيقيه، وفي الاخر بندعي لهم يا رب جميعا الشهداء وكله يا رب اجعلهم كما حكمت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. شرفتني يا مولانا. شكرا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الالف خير. فارقنا جسد ويسيب ذكراه، الشهداء أحياء سيرتهم باقية في قلب الوطن وعطائهم أمل وحياة. عظيم سلام وكلنا واقفين لروحه انتباه، واحنا النهارده بنوعده هنكمل المشوار وراه. بلدنا مش هتنحني وإيد في إيد هتتبني، والموت عمره حياة. 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود.